ممكن حضرتك تحكي لي اكتر عن يوم الواقعه وتفاصيلها وتفاصيل الاصابه؟ احنا كنا خلصنا شغلنا حوالي على الساعه 5:30 كده هو، وبعد ما طبعا رجعنا نمنا، فوجئنا حوالي الساعه 7 بصوت انفجار. ده انفجار جامد جدا. في ايه؟ قالوا ده في عربيه دخلت فجرت ناحيه، يعني ناحيه المدخل بتاع الفندق، وفي اصابات وفي حالات وفاه. فبفتح الباب لقيت عمر بيه حماد الله يرحمه بيقول لي ده في زميل تواصل معاه تليفونيا وقال له اللي حصلت موجه انفجاريه والازاز طار دخل يعني عوره في وشه. فقال لي انا رايح يعني اشوف في ايه واحاول انقذه. فوجئت بعد كده يعني اللي هو رجع ورجليه مصابه، فجريت عليه وانا بعمل كده هو لقيت في احد العناصر التكفيريه راح ضرب طلقات لغايه ما في طلقه جت خبطت يعني ردت في حيطه جت في رجلي فروحت واقع. لقيت في يعني طلقات اخترقت صدر عمر بيه الله يرحمه. ببص لقيت في ناس متوجهين الدور اللي فينا، قوه من الجيش متوجهه الدور اللي فينا. قعدت اقول الحقونا، في احنا اتصابنا. نزلوا علينا وودوني مستشفى العريش العسكري. لما رجعت تفاصيل الاصابه بتاعت حضرتك لقيت ان حضرتك اتعالجت فتره في المركز الطبي العالمي وبعدها فتره تانية في المانيا، فده خلاني متاكد ان هي رحله مش سهله، رحله طويله. هي دي كانت اصعب حاجه طبعا، يعني اصعب يمكن من الاصابه نفسها الرحله دي، لان واحد اتعرض فيها لضغوط كتير. اتعملت لي عمليه اتقال ان هي ما بتنجحش، نجحت يعني قدرت اقف. اكيد اللي حصل هيفضل في الذاكره العمر كله، مش هيتنسي من الحاجات اللي ما تتنسيش، واكيد ان هو عمل نقطه تحول في شخصيه حضرتك. اول حاجه طبعا انت حسيت قد ايه الانسان ضعيف، قد ايه اللي هو كان في نعمه وهو سليم معافى، قد ايه انت عندك نعم كتير انت مش حاسسها. انا قبل الاصابه كان ممكن الناس تسمع يقول لك ده راجل بيشتغل كويس ومنتج والكلام ده كله. بعد الحادثه انا اتكرمت مرتين، مش بسبب الحادثه خالص، اتكرمت مرتين بسبب اللي انا يعني اللي انت متميز، كان في شباب القضاة المتميزين والاكثر تميزا. في موقف شخصي حصل مع حضرتك حسسك باهميه النعمه؟ دي حصلت مع ابني، كان بيعدي الشارع وطبعا هو كان صغير فمش واخد باله فبيعدي باندفاع، فانا شفت عربيه فانا اديت اوردر لنفسي ان انا اتحرك بسرعه، فما لقيتش ان انا قادر اتحرك بالطريقه اللي انا قبل الاصابه. لو حصل قدام انتخابات وطلب من حضرتك ان انت تشرف على الانتخابات وكان المكان سينا برضه، هتوافق هتروح تاني؟ هقول لك على حاجه، هو ما طلبش بده، شمال سينا التسكين فيها يخضع لاراده اعضاء الهيئات القضائيه كلهم، فاحنا رايحين ده بارادتنا. فطبعا يعني طالما بارادتي وطالما يعني انا اللي مختارها وانا مقتنع بالقرار ده هو، فهو ده القرار الصح. فانا لو تعاد هعيده لا مليون مره، هاخد القرار ده مليون مره مش هتردد.